يضيق صفوف الهلال. أغرب المنافسين نجمة النصر حصة العيسى ب 14 هدف، الضعف تقريبا للنجمة الشرخان صالح. لقطة لصالح باكستان خطيرة، هذا ما كنا نخشاه يا منى، هذا اللي ما كنا نبغاه يا منى. بهذا الخطر في مسألة السيطرة على الكرة يأتي هدف يخالط الجميع ويسعد المدرج الباكستاني في هذه اللحظات بهدف بهدف بهدف. معليش معليش يا منى يا عبد الرحمن، القائدة ماريا جميل خان بهدف جميل كان بالإمكان أفضل مما كان يا منى. معليش معليش، نتعلم نتعلم مثل هذه الكرات ولسه الأمور في أرضية الملعب. شوف لقطة ماريا القوية، خروج غير موفق وبعد ذلك أيضا تعامل غير جيد، لم تسيطر على الكرة منى وبالتالي ذهبت للشباك، ذهبت للشباك لتعلن عن هدف العودة عن طريق القائدة ماريا. الآن ماريا